Spartak, Spartak, Braga, Aciki, Glasgow, Rangers, الإسكندي, دور أوروبي, دور أوروبا, الدور الأوروبي, الجولة الخامسة, أوروبا ليغ, وين شاهدنا كيفاش وين غلاسكو رونجرز وين ضرب بقوة خاصة في الشوط الأول اللي كانت فرص ضائعة كثيرة لصالح غلاسكو رونجرز, يعني كيفاش ألفيردو الذي سجل الهدف الأول يعني في الشوط الأول في الدقيقة 15, ألفيردو الذي سجل في الدقيقة 49 في الشوط الثاني وانتهى الشوط الأول بهدف لصفر لصالح غلاسكو أمام سبارتاك براغا التشيكي. يعني وين شاهدنا الشوط الثاني اللاعب نفسه الذي سجل الهدف الأول يعود ويسجل في الدقيقة 49, شاهدنا كيفاش آلين في الحراسة, شاهدنا كيفاش جيمس, شاهدنا كونار, شاهدنا بيرنار, شاهدنا كليفان, ستيفان جاو, شاهدنا كامارا, يانيس, شاهدنا ريان, شاهدنا ألفيردو المسجل الهدفين في الشوط الأول, شاهدنا دافيد من جانب سبارتاك براغا التشيكي, دافيد هانكو, شاهدنا كيفاش لاديسلاف, شنا لوكاس, شنا دايفيد, ميشيل, مارتين, آدم. يعني وين نقولوا بلي كانت المباراة, نقولوا بلي غلاسكو رونجرز وين كان عنده كان مسيطر في المباراة, يعني عرف كيفاش يسيطر في المباراة, عرف كيفاش يسجل أهداف. يعني وين نقولوا بلي الدفاع خاصة وين آلين في الحراسة تاع غلاسكو اللي لعب دور كبير, يعني خاصة في الشوط الأول وين أنقذ فرصتين الدقيقة 31 والدقيقة 44, يعني وين سبارتاك براغا وين حاول على طريق الركنيات لكن بدون جدوى, وين شاهدنا آلين وين أنقذ المرمى تاعو, شاهدنا ألفيردو الذي سجل هدفين يعني في الشوط الأول دقيقة 15 الشوط الثاني دقيقة 49. يعني كانت مباراة اللي كانت شيقة, مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف, شاهدنا فيها لعب جميل, شاهدنا ضغط كبير. هذه هي شاهدنا كل مدرب وين وضع الخطة تاعو يعني من أجل الفوز بهذه المباراة. غلاسكو رونجرز يفوز في هذه المباراة وين الجولة الخامسة الدور الأوروبي, يعني غلاسكو رونجرز الإسكندي, سبارتاك براغا التشيكي.